بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنكمل مع بعض تمارين مادة الإحصاء التطبيقي مع الفيديو الرابع للدكتور متولي العباسي. التمارين دي إن شاء الله الفيديو الرابع للدكتور متولي اللي اتكلم فيه على التقدير الإحصائي أو نظرية التقدير. طبعا في مفهومين أولا مهمين جدا في الإحصاء قلناهم قبل كده، اللي هو المجتمع والعينة. فالمجتمع لجميع العناصر محل الدراسة، أو جميع المفردات محل الدراسة. فبنلجأ أحيانا إن لما يكون المجتمع كبير أو يستحيل حصر جميع عناصره، بنلجأ إلى جزء منه من المجتمع، جزء من المجتمع يمثله في الدراسة. طبعا باخد بيانات من المجتمع وأحسب بعض الإحصاءات من العينة، يعني باخد بيانات من العينة وبحسب بعض الإحصاءات من العينة، طبعا منها الوسط الحسابي والتباين، لكن أنا هدفي في الدراسة المجتمع. فمحتاج مجموعة من الأساليب والطرق اللي أنا أعمم بيها شغلي من العينة إلى المجتمع. خلاص؟ يعني محتاج أقدر أو أعرف المعالم بتاعة المجتمع، اللي هي مثلا الوسط الحسابي للمجتمع وتباين المجتمع من خلال البيانات اللي أنا حسبتها منين؟ من العينة. فأنا عندي هنا إحصاء استدلالي، فالإحصاء الاستدلالي فيه جزئين. الجزء الأولاني اللي هو نظرية التقدير، واللي أنا هنتكلم عليه في الفيديو ده، وعندي الجزء الثاني اللي هي اختبارات الفروض. فده الفيديو اللي جاي ان شاء الله. تمام كده؟ طيب، نظريه التقدير او التقدير الاحصائي، بالامثله كده نبتدي نفهم يعني ايه تقدير احصائي. هو بينقسم الى نوعين، التقدير يعني بنقطه والتقدير بفتره. التقدير بنقطه يعني ايه؟ يعني حسبت انا البيانات من العينه ومنها الوسط الحسابي مثلا العينه. تمام؟ فعاوز اعرف معالم المجتمع اللي هو الوسط الحسابي للمجتمع. خلاص؟ فانا عارف خلاص الوسط الحسابي للعينه، عاوز اقدر بقى الوسط الحسابي لمين؟ للمجتمع. ففي طريقتين، الطريقه الاولى التقدير بنقطه، والطريقه الثانيه التقدير بفتره. فمعروف بقى ان الوسط الحسابي للعينه اكس بار هو نفسه الوسط الحسابي للمجتمع. فاحنا قلنا قبل كده اساسا في الفيديو اللي فات في توزيعات المعاينه ان الوسط الحسابي للعينه هو نفسه للمجتمع. فده برضو بنسميه التقدير بنقطه. التقدير بنقطه يعني اذا كان وسط حساب العينه 5 يبقى التباين او الوسط الحسابي للمجتمع برضو 5، يبقى نقطه واحده بس اللي هي قيمه واحده بس اللي هي 5. خلاص؟ فده بنسميه التقدير ايه؟ بنقطه. طيب، من المعلومه دي نشوف السؤال البسيط ده. بيقول لي اخذت عينه مكونه من 10 عناصر، يعني عدد في حجم العينه 10، وحسب الوسط الحسابي لها فكان اكس بار بيساوي 22. يعني الوسط الحسابي اللي انا حسبته من العينه 22. طيب، فقال لك ان العينه ديت اخذت من توزيع طبيعي وسط الحسابي ميو وتباينه كام؟ 45. خلاص؟ وسط الحسابي ميو وتباينه 45. ده معناه ايه؟ ان المجتمع بتاعي مجتمع يتبع التوزيع الطبيعي بوسط ميو وتباين 45، لان قال هنا ايه؟ خلي بالك في اللي قاله لي هنا، ان العينه اخذت من توزيع طبيعي، يعني اخذت من مجتمع يتبع التوزيع الطبيعي. عاوزين التقدير بنقطه للوسط الحسابي للمجتمع. احنا قلنا قبل كده والسؤال ده مكرر معايا من الفيديو اللي فات او سؤال شبهه جدا، ان اكس بار هي نفسها الميو، يعني هنا 22 يبقى الوسط الحسابي برضه كام؟ 22، لان الوسط الحسابي للمجتمع التقدير بنقطه ليه هو الوسط الحسابي للعينه. طيب، هنا بيقول التحديد نسبة المتفوقين في مادة الإحصاء التطبيق، تم عمل اختبار تجريبي لعينة من الطلاب مكونة من 150 طالب، وكان عدد المتفوقين 20 طالب. يعني أنا عندي عاوز أعرف المتفوقين في مادة الإحصاء التطبيق، فعملنا اختبار تجريبي ل 150 طالب، ودول عينة مش كل الدفعة، دول عينة من الدفعة. طيب، عدد المتفوقين في الدفعة في ال 150 كانوا 20 طالب. انا عاوز اعرف بالتالي، يبقى انا في المجتمع بقى او في الدفعه كلها، قدر نسبه المتفوقين بي من بين جميع الطلاب الفرقه. يبقى انا عاوز اعرف المتفوقين في الدفعه كلها في ماده الاحصاء هيكونوا كام؟ برضه هيكون 20 على 150. خلاص؟ اللي هي البيانات اللي انا حسبتها من العينه، لان توقع البي هنا هو 20 على كام؟ على 150. فالكلام ده يطلع عندي 13%، دي نسبة المتفوقين في مادة الإحصاء التطبيقي في المادة في الدفعة. طيب، هنا عشان أقدر أقول إن التقدير بنقطة ده تقدير غير متحيز، ضروري التوقع بتاعه بتاع المقدر ده، فالمقدر بنسميه سيتا هات، الطاقية اللي فوق دي بنسميها سيتا هات.
خلاص. فالمقدر ده المفروض التوقع بتاعه بيساوي هو نفسه المعلمة. خلاص، يبقى توقع المقدر ده بيساوي هو نفسه المعلمة بتاعت مين؟ بتاعت المجتمع. خلاص؟ طيب، هنا بقى رحنا للتقدير بفترة. تقدير بفترة قلنا يعني ايه؟ بدل ما اقول لك ان الوسط الحسابي للعينة كان 5 مثلا، فالمجتمع الوسط حسابه ايه؟ الوسط الحسابي ليه هيقع في فترة من 4.5 ل 5.5 مثلا. خلاص، يبقى عندي التقدير هنا بفترة بنسميها فترة ثقة. طيب، فعندي هنا 3 حالات. الحالة الأولى ان المجتمع يكون تباينه معلوم. خلاص، ان المجتمع يكون تباينه معلوم، المجتمع اللي انا اخذت منه العينه التباين بتاعه يكون منه معلوم، فبالتالي فتره الثقه بتعتمد على اللي هو التوزيع زد، اللي هو التوزيع الطبيعي القياسي. خلاص، اللي هي فتره الثقه للوسط الحسابي ميو، فيبقى عباره عن اكس بار زائد وناقص زد واحد ناقص الفا على 2 في سيجما على جذر ان. سيجما ليه؟ لان احنا قلنا تباين المجتمع معلوم. نخلي بالنا ان تباين المجتمع برمز له بالرمز ايه؟ سيجما. طب تباين العينه برمز له بالرمز ايه؟ اس. يبقى بالنسبه للعينه كنا بنقول ان هو مين؟ اس. خلاص، اس تربيع التباين، والانحراف المعياري طبعا هنا اس سيجما تربيع، والانحراف المعياري اس او سيجما. تمام، فهنا بنقول عليها اكس بار، دي بنقول عليها التقدير بنقطه. اكس بار ده التقدير بمين؟ بنقطه. زد واحد ناقص الفا على 2 ده بنقول عليه معامل الثقه. خلاص، يبقى هي 3 اجزاء. الجزء الاولاني ده سجل الكلام ده عندك المفروض، وده وده. اكس بار دي بنسميها التقدير بنقطه للوسط الحسابي بتاع المجتمع، احنا قلنا الكلام ده قبل كده ان اكس بار هي التقدير بنقطه لميو، وزد واحد ناقص الفا على 2 ده بنسميه معامل الثقه، وده بنحسبه من جدول التوزيع الطبيعي زد الطبيعي القياسي زد، وده بنسميه قلنا عليه قبل كده في الفيديو اللي قبل ده اللي هو الخطا المعياري. خلاص، الخطا المعياري لاكس بار. طيب، دي الحاله الاولى. الحاله الاولى معايا ان التباين المجتمع معلوم، وانا عاوز اقدر الوسط الحسابي ميو، يبقى اكس بار زائد وناقص زد واحد ناقص الفا على 2 في سيجما على جذر ان، لان تباين المجتمع معلوم فانا هستخدم سيجما بتاعت المجتمع هنا. طيب، هنا لو قال لك انت هتسحب عينه صغيره من مجتمع تباينه مجهول. يعني ايه التباين مجهول؟ يعني انا ما عنديش سيجما بقى، خلاص ما عنديش سيجما، يبقى مش هينفع القاعده دي اللي فيها سيجما، ولا القاعده دي ولا الفتره دي اللي فيها سيجما، هنا سيجما وهنا سيجما، فدول مش هينفعوا معايا لان تباين المجتمع مجهول، ما عنديش سيجما. هيبقى عندي مين؟ اس بتاعت العينه، عندي بيانات العينه فقط، منها الوسط الحسابي بتاع العينه اللي هو اكس بار، ومنها تباين العينه او الانحراف المعياري للعينه اللي هو اس. فتره الثقه في الحاله دي بتعتمد على توزيع تي. توزيع مين؟ تي. انا عاوز اقدر هنا الوسط الحسابي للمجتمع، يبقى اكس بار زائد وناقص التوزيع تي، واحنا خدنا ازاي نجيب القيمه دي من الجدول قبل كده. خلاص، يبقى معامل الثقه هنا بيعتمد حسابه على توزيع تي، وبستخدم بدل ما كنت هنا بستخدم سيجما للمجتمع، فلان تباين المجتمع معلوم في الحاله الاولى. الحاله الثانيه هنا ان تباين المجتمع مجهول، فاستخدم اس للعينه، ده انحراف معياري مين؟ العينه. طيب، هنا انت سحب عينه كبيره من المجتمع، فترة الثقة للنسبة بي هي ايه؟ طبعا يعني الاختيارات هنا مباشرة، ما فيش نسبة خالص غير في الشكل ده. خلاص كده؟ ففي الحالة ديت من خلي بالك الكلام ده كله مرتبط بالسنترال ليميت ثيوري، نظرية النهاية المركزية. خلاص، فاذا كان المجتمع كبير بنقول تقريبا انه يتبع التوزيع الطبيعي، فبالتالي بنلجا او بفترة الثقة في الحالة دي بتعتمد على توزيع مين؟ توزيع زد اللي هو التوزيع الطبيعي القياسي. يبقى دي شرطه، وده التقدير بنقطه، احنا حاسبينه من شويه تقدير بنقطه اللي هي الطلاب المتفوقين كانوا 20 على 150، فهي نفس الحاله دي اللي هي بي شرطه. خلاص كده، ده معامل الثقه، وده الخطا المعياري لمين؟ لبي شرطه.
خلاص، لان انا ممكن اسالك السؤال ممكن يجي لك كده، التقدير بنقطه بي هو مين؟ بي شرطه. طيب معامل الثقه هنا هو مين؟ زد 1 ناقص الفا على 2 ولا تي 1 ناقص الفا على 2 وان ناقص 1 ولا مين بالظبط؟ لا زد 1 ناقص الفا على 2. طب الخطا المعياري هو مين؟ هتقول لي ده الخطا المعياري لو جاز التربيع بي شرطه في 1 ناقص بي شرطه على ان. خلاص يبقى ثلاثه دولت ممكن يجوا لك ثلاث اسئله من سؤال زي واحد زي ده، فتخلي بالك من حاجه زي دي. ده التقدير بنقطه، ده معامل الثقه، وده مين؟ الخطا المعياري، وبيختلفوا مع اختلاف الحالات. طيب يبقى احنا قلنا الى الان كام حاله؟ ثلاثه. الحاله الاولى تباين المجتمع معلوم وانا عاوز اقدر ميو، بيعتمد الكلام ده على توزيع زد، يبقى زد 1 ناقص الفا على 2 في سيجما على جذر ان. طبعا اكس بار زائد وناقص، طبعا زائد هيديني الحد الاكبر من الفتره ناقص يديني الحد الادنى من الفتره دي. طيب الحاله الثانيه ان في عندي عينه صغيره، خلاص تمام، عينه صغيره وتباين المجتمع مجهول مش معروف، عينه صغيره اقل من 30 يعني وتباين المجتمع مجهول، بعتمد على توزيع تي، وبما ان تباين المجتمع مجهول ما عنديش سيجما، يعني ما فيش هنا سيجما في المساله، هيبقى عندي اس اللي هو انحراف معياري بتاع العينه. طيب لان الثالث او الحاله الثالثه ان باخد عينه في الغالب او بتكون كبيره من المجتمع وعاوز اقدر النسبه بيه، زي مثلا نسبة الطلاب المتفوقين في الدفعة. خلاص؟ فدي نسبة مش وسط حساب، نسبة. خلاص؟ فحسابها بيعتمد على التوزيع الطبيعي القياسي زد. تمام؟ طيب. هنا عاوزين نتدرب على حساب معامل الثقة اللي هو زد 1 ناقص ألفا على 2، فقال لك إذا كانت ألفا دي بتساوي 5%، فأنا عاوز أحسب قيمة زد 1 ناقص ألفا على 2. يبقى زد 1 ناقص 5% على 2، الكلام ده بيديني زد 0 علامة 975. الكلام ده طبعا بيساوي، ده معناه ايه؟ ان احتمال، احنا خدنا السؤال ده قبل كده، انا عاوز قيمة ايه اذا كان احتمال زد اقل من ايه بيساوي 0 علامة 975. خلاص كده؟ يبقى انا عاوز قيمة ايه؟ قيمة المتغير نفسه اللي بتكون اللي في الاحتمال او مساحة المنطقة اللي بتقل عنه بيساوي 0 علامة 975. فهنروح طبعا للجداول الاحصائيه هنا. فانا هجيب 975 ده احتمال، اللي هو 0975 من 1000 ده احتمال، فانا هجيبه من هنا. فهيجي منين؟ ادور عليه في المنطقه دي. طبعا الجدول ده كل ما بنزل تحت بيكبر اكتر، يعني الاحتمالات بتزيد كل ما بنزل تحت، وكل ما اروح هنا في اتجاه اليمين برضو الاحتمالات بتكبر. ف 9 7 5 هنا 9 6 9 7 5 يبقى انا اقرب اهي، هي دي 9 7 5. فقيمة A بتساوي كام؟ 1 و9 من 10، وفوق اجيب اللي هو الجزء من 100، 6 من 100، يبقى 1 96 من 100. خلاص؟ إذا ده بيساوي 1 96 من 100. طيب اللي بعده محتاج اجيب قيمة T. قال لك لو عندك ألفا بتساوي 1 من 100 والN بتساوي 10، N ناقص 1 دي كنا بنسميها درجة الحرية. خلاص؟ طيب يبقى عندك محتاج احسب له تي 1 ناقص الفا على 2 اللي هي 1 ناقص 1 من 10 على 2، نعوض عن الفا ب 1 من 10، الكلام ده بيساوي 95%، ان ناقص 1 يعني 9. يبقى بدور على احتمال 95% ودرجه حريه كام؟ 9. نروح للجدول الاحصائي بتاعي على توزيع تي. ده توزيع تي، عاوز الاحتمال 95% من هنا فوق. يبقى عندي هنا 95% موجودة هنا، ودرجة الحرية موجودة هنا بتسعة، يبقى هنا 95% الاحتمال ودرجة الحرية تسعة، يبقى عندي القيمة دي اللي هي 1 علامة 833. تمام كده؟ يبقى 1 علامة 833. يبقى أنا يعني اتدربت على حساب معامل الثقة سواء من جدول توزيع زد أو اللي هو التوزيع الطبيعي القياسي أو جدول تي. طيب السؤال الاولاني بقى، مصنع تعليب احد البقوليات، يعني مصنع تعليب بقوليات سحبت عينه من 100 عبوه، سحبت عينه من 100 عبوه. نبتدي هنا في مثال زي ده، نقول بقى الرقم ده بيمثل مين. سحبت عينه من 100 عبوه يعني ان حجم العينه ان بيساوي كام؟ بيساوي 100، يبقى دي ان. وكان متوسط العبوات للعينه اكس بار، خلاص، لان وسط الحسابي اللي انا حسبته متوسط
وزن العبوات ديت اللي انا خدتها اكس بار بيساوي 1.45 من 100 كيلو جرام. ده اذا كان وزن العبوات يعني المصنع بالشكل عام بقى الوزن بتاع العبوات بتاعته بيتبع التوزيع الطبيعي ميو و16 من 100. نخلي بالنا 16 من 100 دي عباره عن ايه؟ سيجما ولا سيجما تربيعي؟ هو الطبيعي ده توزيع طبيعي، يبقى الوسط ميو وتباين سيجما تربيع، يبقى الرقم ده بيمثل لي مين؟ سيجما تربيع. خلي بالك هنا، يبقى انا هنا بتكلم على الحاله الاولى ان تباين المجتمع معلوم. خلاص؟ لان إذا وزن العبوات بشكل عام، ما بتكلمش هنا العين، اتكلم على عينه وقال لي وقف خلاص اهي النقطه، وقال لي بدا هنا يتكلم تاني، ده كلامي ده على مين؟ على المجتمع. يبقى سيجما تربيع هنا بيساوي 16 من 100. اوجد فتره ثقه 95% للوسط الحسابي ميو. طيب يعني ايه فتره ثقه 95%؟ طيب يعني انا لو قعدت اسحب عينات من المجتمع ده خلاص واحسب الوسط الحسابي، الوسط الحسابي في كل مره يعني حسبت مثلا 1000، سحبت 1000 عينه، وبالتالي بقى عندي كم وسط حسابي؟ 1000 وسط حسابي. خلاص؟ فالفترة اللي انا هحسبها من هنا تحت ديت هلاقي 95% منهم يقع داخل الفترة دي. خلاص؟ يعني ال 1000 وسط حسابي دول 95% منهم هيقع داخل فترة الثقة دي، فدي معناها فترة الثقة 95%. طيب فترة الثقة 95% معناها ان الفا بتساوي كام؟ 1 ناقص 95%. يعني الفا هنا بتساوي كام؟ 5%. دي مهمة جدا. يعني الفا افهمها من هنا بتساوي كام؟ بتساوي 5%. طيب يبقى الحالة الأولى بتاعتي دي اللي بتنطبق معايا، لأن أنا عاوز أقدر الوسط الحسابي ميو وتباين المجتمع معلوم. خلاص؟ يبقى فترة الثقة المفروض تبقى عارفها كويس. الثلاث حالات بتوعنا اكس بار زائد ناقص زد واحد ناقص الفا على 2 مضروبة في سيجما على جذر ان. تمام كده؟ طيب باقي عندي ان انا اعوض مباشرة اكس بار اللي هو التقدير بنقطة للميو او الوسط الحسابي للعينة يعني اللي هو 1.45% زد واحد ناقص الفا على 2 في حالة الفا 5% حسبناها قبل كده اللي هي 1.96%. سيجما خلي بالك ما تبقاش 16%، جذر التربيع ال 16% هيطلع 4. خلاص؟ هيطلع 4% على جذر 10. يبقى بعد التطبيق التعويض طلعت بالشكل ده، زد 1 ناقص الفا على 2 هي مين؟ اللي هي معامل الثقه حسبناها قبل كده اللي هي 1.96%. خلاص؟ و4 من 10 على جذر 100. الكلام ده مره تجمع ومره تطرح هيدي لك فتره الثقه، بالجمع هيدي لك، لو جمعت هيدي لك الحد الاعلى للفتره والحد الادنى للفتره في حاله الطرح. خلاص؟ لان انت مره هتحسبها بالجمع ومره هتحسبها بالطرح. طيب هنا نفس المساله بس بينطبق هنا الحاله الثانيه، تعال نشوف عشان نقدر نحسب الاختلاف في نص المساله دي عن النص اللي فات، المساله اللي فاتت. اول اختلاف معايا قال لك ده طبعا مصنع لتعليب احد البقوليات، سحبت عينه كام؟ ان بيساوي كام هنا؟ 10. فان هنا صغيره، حجم العينه صغيره، فاكيد انا هستخدم تي. تمام؟ وكان متوسط وزن العبوات للعينه اكس بار، الوسط الحسابي من العينه دي كان اكس بار 1.45 من 100 وانحراف معياري اس 35%. يبقى انا هنا بتكلم على الحاله الثانيه ان حجم العينه صغير وتباين المجتمع مجهول، فبلجا الى المعلومات من العينه. خلاص؟ فعندي اس بتساوي 35%، اذا دي فتره الثقه بتاعت اكس بار زائد وناقص، بلجا هنا لتوزيع تي في اس على جذر مين؟ على جذر ان. باقي عندي ان انا اعوض بشكل مباشر. طيب محتاج احسب له بس 1 ناقص الفا على 2، طب الفا هنا بكام؟ طيب ديت واحد دي 90%، يبقى 1 ناقص 90% يديني الفا بيساوي كام؟ 1 من 10. يبقى الفا هنا بكام؟ 1 من 10. يبقى 1 ناقص 1 من 10 على 2، ونحسب الكلام ده من الجدول زي ما قلنا مع بعض. يبقى عندك ان ناقص 1 على 2 بيساوي كام؟ بيساوي هنا 9، يبقى دي قيمتها 9 ودي قيمتها كام؟ 95% برضه. يعني احنا حسبنا ده فعلا في قبل كده من شويه. خلاص؟ هيطلع 1.833 او 1 علامه 833. بالتعويض اكس بار
يبقى انا المهم عندي ان انا احدد الحاله بتاعتي. هنا هستخدم اس، هستخدم الحرف المعيار للعينه، وتوزيع تي لان تباين المجتمع مجهول، تمام كده. وطبعا العينه عندي صغيره، بنعوض اكس بار بيساوي 45% زي ما اتفقنا مع بعض، حسبنا قيمه تي طلع ب 1.833. الانحراف المعياري هنا على طول اس بيساوي 35% على جذر ايه 10. نجمع مره ونطرح مره يديني حدود فتره الثقه بتاعتي اللي هي 1.25% الى 1.65%. طيب ديت بقى الحاله الثالثه لتحديد نسبه المتفوقين في ماده الاحصاء، نفس المثال اللي اتكلمنا فيه من البدايه. في مادة الإحصاء تم عمل اختبار تجريبي لعينة من الطلاب مكونة من 150 طالب، وكان عدد المتفوقين كام؟ 20 طالب. طيب أوجد فترة الثقة ب 99%، دي نسبة المتفوقين من كل طلاب الفرقة. طيب هنا ألفا بكام؟ ها ألفا هنا بتساوي كام؟ 1 ناقص 99% بيساوي 1%، اللي هي 1 ناقص 99 على 100. خلاص؟ طيب خلي بالك بقى في كل الاسئله اللي فاتت دي، في كل الاسئله اللي فاتت دي بشرطه او التقدير بنقطه هنا مين؟ لو السؤال ده ممكن يتقسم لثلاثه او اربع اسئله كمان. خلاص؟ السؤال ده ممكن يجي على اربع خطوات او اربع اسئله. واحد التقدير بنقطه في الحاله دي بيساوي مين؟ يبقى ده التقدير بنقطه. طيب تاني سؤال، ما هو معامل الثقة؟ ده معامل الثقة، احسبه. طيب تالت سؤال، الخطأ المعياري بيساوي ايه؟ بيساوي ده. طيب رابع سؤال، هات لي فترة الثقة. يعني هو ممكن تقسم لك لأربع أسئلة، أسألك على كل واحد من دول لوحده، بعد كده الدكتور يطلب منك طبعا ايه فترة الثقة في النهاية. فنخلي بالنا من التفاصيل الصغيرة دي. طب هنا أوجد فترة، نكمل السؤال ده. طبعا دي الحالة الثالثة اللي أنا عاوز التقدير فترة الثقة لنسبة. خلاص؟ يبقى دي فترة الثقة بتاعتي. بشرطة طبعا التقدير بنقطة، ده معامل الثقة، ده الخطأ المعياري. طيب بشرطة بتساوي كام؟ 20 على 150. صح كده؟ اتفقنا على ده. يبقى بتساوي 13%. زيد 1 ناقص ألفا على 2 اللي هي ألفا بكام؟ بواحد من 100. يبقى أنا عاوز زد 1 ناقص 0.1% على كام؟ على 2. قيمة ده ب 9.95، يعني 1 ناقص 1% على 2 9.95. أقدر أروح للجدول بتاعي اللي هو ده وجدول توزيع زد، أقول له 9.95 دي فين؟ هنا طبعا لحد 48 أقل من النص، الجدول التاني اللي أكبر من النص 9.95 تدي 9.92، هنزل تحت شوية يبقى عندي هنا 9.95 هنا كده ما بين الاثنين دول. خلاص ناخد الاقرب، يعني ممكن ناخد دي. يبقى 2 علامه 5 وفوق 8، يبقى 2 علامه 58%. خلاص كده؟ اللي ده معامل الثقه. في 13%، 1 ناقص 13% على كام؟ على 150 اللي هو حجم العينه، خلي بالك ما تقسمش على 20. دي مش حجم العينه، حجم العينه 150. يبقى دي انا. خلاص كده؟ طبعا نجمع مره ونطرح مره نحسب حدود فتره الثقه عندي. طيب هنا بقى حاله اخيره معايا اللي هي في الحاله دي انا بحسب فتره الثقه او بقدر فتره الثقه للفرق بين وسطين حسابيين. خلاص كده؟ يبقى عندي مجتمعين وعندي الفرق بين وسطين حسابيين للمجتمعين دول 102 ناقص 101 او 101 ناقص 102 حسب المطلوب. طيب في الحاله دي عندنا هنا حالة واحدة بس اللي هي تباين المجتمع معلوم. تباين المجتمع ايه؟ معلوم. فاعطيلك هنا جدول ملخص لك هنا البيانات بتاعتك. طبعا انا مش محتاج اعرف رأس السؤال بيتكلم عليه اساسا، لان البيانات هنا اقدر اعوض مباشرة في القانون المفروض انا حافظه اللي هو ده. طيب او فترة الثقة بتكون هي دي. طيب نشوف السؤال، مصنع لتصنيع المصابيح الكهربائية عاوز يقدر الفرق بين متوسط عمر نوعين من المصابيح، يبقى هو بينتج نوعين من المصابيح، عاوز يعرف هل في فرق او الفرق ما بين الوسط الحسابي للنوعين دول، وسط حسابي متوسط العمر للنوع الاول
والنوع التاني، الفرق بينهم، عاوز يعرف قد ايه بالنسبة للمجتمع ككل. فعمل ايه؟ اخد عينة من النوع الاولاني وعينة من النوع التاني. النوع الاولاني اخد منه 50 مصباح، فكان متوسط العمر للنوع الاولاني ده 150 ساعة مثلا، خلاص. والنوع التاني كان متوسط عمره 153 ساعة، واخد منه عينة مكونة من 100 بس. هنا قال لك ان سيجما واحد يعني تباين المجتمع بتاع المصابيح النوع الاول 10، وتباين مجتمع المصابيح النوع الثاني سيجما 2 5. قلنا السيجما الانحراف المعياري، اسف مش المجتمع، الانحراف المعياري مش التباين. الانحراف المعياري هنا سيجما 1 10، والانحراف المعياري سيجما 2 بيساوي كام؟ بيساوي 5. طيب، فبالتالي طالما هنا قال سيجما يبقى ده معناه انحراف معياري للمجتمع، يعني انحراف معيار المجتمع معلوم، يعني تباين المجتمع معلوم، خلاص كده. فانا محتاج بقى دي الحاله بتاعتي، في الحاله دي بستخدم زد. يبقى التقدير بنقطه للفرق ده اللي هو 102 ناقص 101، لو عاوز تقدر فتره الثقه ل 102 ناقص 101، اكس 2 بار ناقص اكس 1 بار، دي التقدير بنقطه. ده بنسميه معامل الثقه وحسبناه قبل كده، خلاص. في ده بنسميه الخطأ المعياري للفرق 102 ناقص 101، يبقى ده الخطأ المعياري للفرق. وممكن تسأل تقدير بنقطة في الحالة دي هو مين؟ يبقى اكس 2 بار ناقص اكس 1 بار. طب معامل الثقة هو مين؟ زد 1 ناقص الفا على 2. طب الخطأ المعياري هو مين؟ هو ده. طب فترة الثقة هي كاملة على بعضها هي مين؟ هي دي. يبقى هنا ممكن يتقسم لك أربع أسئلة مش سؤال واحد. طب هنا أبتدي أعوض بقى اكس 2 بار 153 ناقص 150 زد 1 ناقص الفا على 2، هتحسبها برضه تطلع معاك 165. خلي بالك هنا سيجما 1 تربيع، اللي فاتوا كان انحراف معياري، انما هنا تباين، يبقى ربع ال 10، يبقى 10 تربيع على عدد العينه 50، وهنا 5 تربيع على عدد العينه 100، يديك فتره الثقه دي. تجمع مره وتطرح مره هيدي لك حدود فتره الثقه بتاعتك. ده بالنسبه للتقدير الاحصائي. فاحنا قلنا دلوقتي ثلاث حالات لحاله مجتمع واحد اذا كان عندي مجتمع واحد، وحاله واحده اذا كان عندي مجتمعين. بالتوفيق، والفيديو الجاي ان شاء الله بنتكلم على اختبارات الفروض.